وما تخافش على الأهلي طول ما الأهلي له هذه المكانة وهذه التقدير ولرجالاته هذه الحفاوة وذلك الامتنان. هناك كلام كثير في مقالي وما قالوا. حفاوة لها تاريخ، الحفاوة برئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب وبرمز النادي الأهلي الكبير الكابتن حسن حمدي في وجودهم حاليا في المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الدكتور حسن مصطفى في حضور فعاليات بطولة الكأس العالم للأندية المقامة حاليا في مدينة جدة السعودية. هذه الحفاوة مبدئيا، هذا التقدير بداية. بص يا أستاذ إبراهيم، ده اربطه بكلامي. الحقيقة تستطيع أن تصل إليها من خلال السؤال الصحيح. أيوة، اديني السؤال الصح. السؤال الصح، دلوقتي الدنيا مقلوبة كالعادة، شمعنا وأخواتها. هو رئيس النادي الأهلي يدعى ليه؟ سؤال غلط. هل دعي الكابتن الخطيب بصفته رئيسا للنادي الأهلي؟ اسأل السؤال الصحيح تجي لك الإجابة الصحيحة. أيوة، وتصل إلى الحقيقة. صحيح. لماذا دعي الكابتن الخطيب؟ دعي الكابتن الخطيب مش بصفته ولكن لشخصه، كونه شخصية عامة مرموقة تربطها علاقات وطيدة بمعظم الرياضيين وتحديدا المسؤولين في المملكة الشقيقة ورئيس الاتحاد الدولي. ورئيس الاتحاد الدولي من حقه أن يدعو الشخصيات والرموز التي يستطيع أن يزهو بها. طيب، بقيت السؤال الذي كان ينبغي أن يسأل. إذن النادي الأهلي محدش يزج بيه، عشان أنا سمعت ناس يعني أكون لهم كل الاحترام ولهم عندي مكانة وأنا بالنسبة لهم في الإعلام تلميذ، بيسألوا يقول لك مكانة ينبغي أن يذهب رئيس النادي الأهلي. لا، هو لم يذهب رئيس النادي الأهلي، هو ذهب الكابتن محمود الخطيب بدليل ان الكابتن حسن حمدي ليس رئيس النادي الاهلي، وذهب ومدعوا بنفس المعيار. طيب، بقيت السؤال يا استاذ ابراهيم عشان تعرض بقى الحقائق اللي عندك كلها لتؤكد ان الاجابه اللي على السؤال ده انت هتوصلنا ليها. لماذا لم يدعى رئيس نادي الزمالك؟ هل لم يدعى رئيس نادي الزمالك؟ هتشوفوا دلوقتي هل دعي ولا لا. طب هل يدعى بشخصه ولا بصفته؟ طب انا اسالك سؤال يا استاذ ابراهيم تاني. هل كان الكابتن محمود الخطيب ينتظر دعوه مستر بلاتر عشان يذهب الى الدوحه في بطوله العالم لكاس العالم للانديه في كره القدم وهو رئيس البعثه؟ في الاجابات دي حضرتك هتقول لنا المستندات اللي عندك. طيب، هذه الحفاوه اللي ليها تاريخ، سمو الامير عبد الله الفيصل رئيس شرف النادي الأهلي، واحد من قامات الرياضة العربية، واحد من شعراء العرب الكبار، واحد من اللي أحبوا الأهلي بصدق، واحد من اللي ارتبطوا بعلاقة دافئة ورائعة جدا تاريخية مع النادي الأهلي ورموزه منذ الخمسينات. على فكرة زين النوادي الأغنية الشهيرة اللي هتسمعوا الفنان الكبير عبد الحليم حافظ وهو بيحكي قصتها في نهاية حلقة النهاردة، القصيدة كتبها سمو الأمير عبد الله الفيصل سنة 57 بمناسبة احتفال النادي الأهلي بمرور 50 سنة على تأسيسه. فبصوا العلاقة من الحفاوة ليها تاريخ قد إيه، وكمان مع الكابتن محمود الخطيب في خصوصية في العلاقة. فعشان كده لما حل الكابتن الخطيب ضيفا على المملكة حظي بترحيب وحفاوة سمو الأمير تركي بن عبد الله الفيصل اللي أقام حفل عشاء على شرف الكابتن محمود الخطيب زي ما أنتوا شايفين في الصورة. كابتن الخطيب مع سمو الأمير تركي بن عبد الله الفيصل اللي استقبل الكابتن الخطيب وفي حضور كل من فاضل النمر رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد والسيد سلطان السديري. أقام صاحب السمو حفل عشاء على شرف رئيس النادي الأهلي الذي تربطه علاقة وطيدة منذ أكثر من 30 عاما مع صاحب السمو الأمير عبد الله الفيصل رئيس شرف النادي الأهلي رحمة الله عليه. امتدت العلاقة لسنوات طويلة حتى تفاعلت مع سمو الأمير محمد العبدالله الفيصل
مع الكابتن صالح سليم ومع كل رموز النادي الاهلي تباعا. القضيه ما وقفتش، الصداقه الشخصيه يعني ابتدت بين رحمه الله عليهم الاثنين، كابتن صالح والامير محمد عبد الله الفيصل. صحيح. يعني كانت علاقه شخصيه الى درجه وطيده جدا. صحيح. اصدقاء اصدقاء. فحلية. يعني يجي مصر يبقى مع كابتن صالح، كابتن صالح يروح يبقى مع سمو الامير. الامير. فهذه علاقات شخصيه. وهنا الخلط الغريب المريب الذي يحدث، وكان الذي يخلط الامور لا يدري وهو يدري. وانا ما ابقى رئيس النادي الاهلي، لكن انا شخصيه عامه الفصل واجب، ولا يوجد صفه تلغي الاخرى. يعني انا كابتن صالح كشخصيه عامه هو رئيس النادي الاهلي، عندما يدعى رسميا كرئيس النادي الاهلي هيدعى رسميا كرئيس النادي الاهلي، ولكن لما يدعى بصفتي مش معقول ان في صفه تطغى على صفه تاخر صفه. صحيح. هذا لا يحرمه. صحيح. من مكانته الشخصيه الفريده اللي ليها خصوصيتها. نفس الشيء كابتن حسن حمدي، نفس الشيء كابتن محمود الخطيب. صحيح. فما بالك بقى وهذه الحفاوه وهذا التقدير وهذا الحب له جذور من وقت ما الكابتن محمود الخطيب ناشئ. بصوا بقى العلاقه كانت من امتى، هتشوفوا في هذا الفيديو سمو الامير عبد الله الفيصل وهو يتحدث للكابتن محمود الخطيب في بدايات الكابتن محمود الخطيب الكرويه تقريبا في السبعينات، لانه العلاقه تقريبا بدات في زياره الكابتن الخطيب قال سنه 71. هنشوف هذا الفيديو التاريخي وكلام سمو الامير عبد الله الفيصل عن لاعب الكره الصاعد وقتها الكابتن محمود الخطيب. الاخ محمود الخطيب، بدايه في الاول كنت مراقب بدايته في الملاعب واتوسل له مستقبل لها زي ما حصل الان، ثم احتكيت به واكتشفت فيه شيء اللي اهم من عبقريته في الرياضه، وهي اخلاقه، دماغه، الخلق والطيبه والتسامح، مما شدني اليه اكثر واحتضنته كواحد من ابنائي. والحمد لله انه ما خيب ظني، يعني كان ناجح في دراسته وكان ناجح في علاقته مع الناس، ومثال الطيبه. اني اتمنى لك كل توفيق وخير. رحم الله عاشق الاهلي الذي يعني له مكانة خاصة أيضا في نفوسنا، كما أن للأهلي كان له مكانة خاصة عنده بكل رموزه. وكابتن محمود الخطيب وهو لاعب أديك شايف كيف تحدث عنه، فلم هو عنده هذه الخصوصية في هذه الأسرة العظيمة. يعني يكرم الكابتن محمود الخطيب بمناسبة وجوده في السعودية بشكل شخصي. هو هنا شخصية عامة، هو لا يستقبل كرئيس النادي الأهلي. هو شرف عظيم أن يستقبل كرئيس النادي الأهلي طبعًا. في المناسبات الرسمية طبعًا. ولكن هذا لا يلغي المناسبات الشخصية، وحتى هذا الدفء الشخصي لا ينزع العلاقة الرسمية. بلاش هذا الخلط المتعمد اللي فيه اللي بيقول لك ده بيسبب الاحتقان. لا، اللي بيسبب الاحتقان أنك ما تسألش السؤال الصح لتحصل على الإجابة السليمة، هو ده اللي يعمل الاحتقان. طيب النهارده يعني هذه الحفاوه امتدت بقى في وجود الكابتن الخطيب بره حتى نطاق الحفاوه الخاصه جدا من سمو الامير تركي بن عبد الله الفيصل الى بقيه الالعاب الرياضيه. فهنلاقي رئيس الاتحاد السعودي لكره القدم الاستاذ ياسر المسحل دعا الكابتن محمود الخطيب لحضور مباراه السعوديه واليابان، كانت في الجوله الثانيه في الجوله الثالثه في المجموعه الثانيه في تصفيات اسيا لكاس العالم، المجموعة اللي فيها السعودية واليابان واستراليا والصين وعمان وفيتنام. السعودية فازت، كابتن الخطيب حضر هذه المباراة بدعوة من رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم. اعترضوا بقى على الاتحاد السعودي لكرة القدم، مش بس الاتحاد الدولي لكرة اليد. فكان حضور الكابتن محمود الخطيب لهذه المناسبة، كما أيضا حظي الكابتن الخطيب بتكريم خاص من رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد الأستاذ فاضل النمر. أنا هنا بقول هذه الحفاوة لها كل هذه التقديرات وهذا الـ أو هذه الأسباب التاريخية.